طبعا لما اتكلم مع كابتن مشير عثمان انا بتكلم الاول على الانسان قبل ما اتكلم على المدير الفني او المدرب او لاعب كرة القدم والتاريخ الطويل. ولما اتكلم على الانسان اتكلم على انسان نموذج للنادي الاهلي المصري العريق. فكابتن مشير التعامل بتاعه في المقام الاول هو تعامل انساني بغض النظر عن اي فوائد او اي استفادة من اي حد، لكنه هو في المقام الأول بيترك الأثر والبصمة الإنسانية على اللي حواليه، علشان كده اللي حواليه بيحبوه حب جم، مش بس الناس اللي بتشتغل معاه، الناس اللي بتتعامل معاه بشكل عام. وأنا طبعا يمكن من زي ما قلت لحضراتكم من سنة 2008 وأنا موجود مع كابتن مشير عثمان سواء داخل مصر أو خارج مصر، هو إنسان في تعامله بيقدر الآخرين على اختلاف مستوياته، سواء كان رئيس وزير او حتى عامل بسيط. فتعامله تعامل راقي جدا، ودي يعني اهم حاجه بتجذبك للكابتن مشير عثمان. اما على الناحيه الفنيه طبعا مهما اتكلم مع الكابتن مشير عثمان وازاي انا شخصيا اتعلمت منه في مجال الاعداد البدني ومجال الاصابات، على الرغم من ان انا دارس ماجستير ودكتوراه واستاذ ورئيس قسم وكذا وكذا، لكن لما بتتعامل مع كابتن مشير بيترك فيك البصمة المهنية. بقى دي نقطة تانية في الكابتن مشير عثمان، يعني في النادي الأولمبي لما اشتغلنا أول سنة معاه في الدوري الممتاز كان النادي بيتبوأ مكانة كويسة جدا، ثم بعد كده نادي سموحة، وإزاي هو قدر يصعد الفريق ده قبل نهاية الدوري بثلاث أسابيع بفرق 20 بونت، وكانت ساعتها يعني حدث كبير جدا لنادي سموحة الرياضي. ثم بعد كده في منتخب ليبيا، منتخب الشباب الليبي، وازاي هو قدر يعد منتخب شباب في الوقت ده يضاهي المنتخب الاول، وازاي لما لعبنا مع المنتخب الاول تعادل، لعبنا مع السنغال 1-0 كسبناهم 1-0، لعبنا مع نيجيريا مباراتين وديتين 2-2، ازاي هو حول هذا المنتخب من مجرد منتخب شباب الى ان هو يحل محل المنتخب الاولمبي في بطولة المنتخبات الأولمبية في المغرب، وإزاي قدر بذكاء كبير جدا يحصل على بطولة منتخبات الشباب في مصراتة في ليبيا، وكان مؤهل لكأس العالم للشباب في الوقت ده. كابتن مشير عثمان أب للجميع، أنا طبعا مهما هتكلم مش هقدر أوفي حق، لكنه هو فعلا أب بمعنى الكلمة. ربنا يحفظه ويديله الصحة، ويا رب اكون في الدقيقتين البساط دولت قدرت ان انا اوصل رساله مين هو الكابتن مشير عثمان.